كلنا يعرف أن قضية فلسطين ليس قضية عرب فلسطين ولا العرب أجمعين، إنها قضية دين يراد إخماد أنفاسه وإنزال رايته والإجهاز عليه. ويوم ينتهي المسجد الأقصى ويتحول إلى هيكل سليمان فلا بد أن تدور الدائرة على الكعبة نفسها، فلا يبقى لها وسم ولا رسم. إن مستقبل أمتنا مستقبل كله في مهد الريح إذا لم نعرف من الآن ما الذي يراد بنا وما الذي يخطط لنا وما الذي ترسمه الدوائر المضادة للإسلام في هذا العالم، وما أكثرها وما أمكرها.